ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعالوا يلا نعمل مع بعض النهاردة طبق كبدة كده تحفة. حطوا لايك للفيديو ونبدأ على بركة الله. زي ما شفت كده، انا حطيت طاسة على النار، حطيت شوية من الزيت قد نص كوباية، وانا بحب الكبدة كده تكون الزيت بتاعها كتير كده، ويبقى ايه عشان تبقى حلوة جوسي كده. فحطيت الزيت، اول ما الزيت يسخن عندي الكبدة بقى مقطعاها وغسلاها بدقيق، ما غسلتهاش بأي حاجة تانية، وصفيتها كده من المية، وهنحطها كده مقطعها قطع صغيرة، هحطها كده وهو الزيت سخن وبالشكل ده. هقلبها بقى كده علشان تتشوح من الناحيتين بسرعة كده. كده كانت النار بس انطفت مني، فانا دلوقتي شغلتها تاني. هقلب بقى الكبدة علشان عايزاها كلها ايه تاخد لون، لو سبتها كده هتلاقيها ايه هتنطر الدم على الوش، فانا هقلبها علشان كلها تيجي تتغلف كده. بحط لها شوية ملح في الاول عادي خالص، وهقلبها بقى بالمعلقة بالشكل ده. هو تقلبها في البداية احلى علشان ما تخليش الدم ينطر على الوش كده، فهي عشان ايه نغلفها من الناحيتين، وبعد كده بتسيبيها بقى بتستوي براحتها. عاوزة تهدي النار بتهديها. انا بقى مجهزه عندي بصل، هقطعه برده طرنشات، عندي بصلتين كبار، وهحطهم دلوقتي كده عليها علشان البصل يلحق يدبل، وهنضيف برده اضافات تانية كده هتخليها تحفه. عاوزاكم بقى تدخلوا على وصفات العيد تشوفوها، والسنه دي ان شاء الله هنعمل برده اول يعني كل وصفه هنزلها ايه هتشوفوها معايا، واعملوا متابعة للقناة عشان ايه يوصل لكم كل جديد. حطيت معلقة نص معلقة صغيرة من التوم، معلقة صغيرة من التوم او نص معلقة من الكبير من التوم المفروم كده، ضفتها للكبدة. وبعد كده ضفت عليها بعد ما البصل دبل يعني، ضفت عليها بعد كده قرنين ثلاثة من الفلفل حار على بارد كده، ضفتهم كده مقطعهم برضو قطع صغيرة، وهقلب بقى كل المكونات الجميلة دي مع بعضها لحد ما تدبل عندي. وكل ده والكبدة برضو بتستوي مع الخضار والبصل. بعد كده حبيت اعمل لها صوص، فبدل ما اقطع الطماطم هي حباية واحدة ضربتها في الخلاط علشان تبقى عبارة عن صوص، مش محتاجاها انها تبقى طماطم قطعة، انا عايزة بس الكبدة كده يبقى فيها صوص جوسي كده وتبقى حلوة. فهقلبها بالشكل ده لحد بقى ايه ما تستوي، ولو محتاجة ملح هضيف لها. بتضيفوا لها بقى اي بهارات انتوا بتحبوها يعني، بس مش كتير. بنظبط ملحها، ممكن نحط لها فلفل اسمر، شوية كمون، بس كده، وما بنضيفش لها بهارات تانية. هو التوم الفلفل البصل، وبتبقى تحفة بالطعم ده. وصفة النهاردة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. حطوا لايك للفيديو، اشوفكم على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.